جماعة بمعنى العمر، لأن كان السفلي موضوع نزاع قضائي، ودخل عليك مشهد هو العباد بعينيه. نديروا الخطأ إذا كان شي حاجة اللي باينة اللي حنا نديروا فيها كجماعة. دابا حنا كنتصححوا الخطأ، حنا باش نديروا الأمور على الصريح ديال السيد، في حين هذا حقنا. واش بغيتو تشوفوا الناس من الأول؟ كل واحد سيد الرئيس معاك. كنقول لكم على البداية ديال المناقشة ديال النقطة، شرنا باللي عندنا تم اعتناء العمارة كاملة، وفي اللجنة تاع التقويم كاملة، وما كانش ميطور، ما كانش تسمع الميكروشوا من السيغنال ديالها. إذا كانت تسمع الميكروشوا ما كانش تسمع السيغنال ديالها، الكيلة ديال لاجونس، لأن كان أصل ما يمكنش، كانت مستغلة من طرف الميكروشوا. مين جا الميكروشوا خرجت لعند اعتبارات في عفايت، بقات العمارة، جاوا السيدة بالعقدة مباشرة كعمارة تتكون جميع المراحل بما بين الكاس السفلي. وجيو تقول لهم تصحوا خطأ. واش مرة فاتت من قلنا لكم ما كاينش خطأ بلاد السفلي كاين، قلتوا شنو حصلتوها؟ 55 عارة ذاكرة، هكا عطونا هاد المبررات، ومن بعد عقدوا عارض تبين بأن هناك خطأ إداري بناء على القرار السابق، ونوضوا نصحوه باش يتماشى مع من يتماشى. يلا مقرر مع العقد كيف فيه، ما كان في حتى شي خطأ، في ديال الخطأ. لأن خصنا نجيبو الحلال في كاين، أنا جبتو جا جميع الإخوان سوري، لا رئاسة ولا نواب ولا مصلحة معنية، في كاين الخطأ اللي درنا حاجة بلدية باش هاد السيرة نصحو معاها الخطأ. الله يهديك واصح عليك، الله أنا فهمتش الأمور واضحة، وكنفتشو على واحد المجموعة ديال التحايلات باش نخرجو حنا نرجعو باللي أنا كنقولو باللي عندنا حنايا راه تم الاقتيادة بعمارة بدون سفلي، وفي عندنا هذا هو اللي ما كاينش. حنا كنقولوا بلي انا تم العمارة السفلي وبناء الوتائي ماشي غدرتنا هذه، ونجيو نقولوا غادي نبدلوا الخطا، لان غادي ندلعوا السفلي حتى حقا نديروا بعد غادي يتم تسجيل العقدة مع السيد ونضيفوا السفلي، وحنا عندنا ديجا العقدة ديال السفلي، وهي راه غير تهمونا. ما تعبطوناش هذا المستوى هذا، امور واضحة سيد الرئيس، امور واضحة. دابا غير سيدي خير عندنا نقطة تصوير على تصحيح الخطأ إذا كان هناك خطأ. باش تكون واضحة هاد الأولى، الثانية هاد السيد العقدة عند باقي لها 10 شهور. العقدة ما هادشي عندنا تكون رسالة كاع المجلس كامل بناء على المعطيات المادية اللي تاعت العشاء المادية ديال الجماعة. وراكم عارفينها كامل غادي نناقشوها في الميزانية. وبناء على التحديات ديال بعض المختصين معنا المشكورين. السادة اللي صاروا شركة المهندسين المعماريين اللي شاروا بلأن هذا المعهد غير صالح لأن يكون الإدارة ويدخل المواطنين. ثالثا أن جاء اقتراح ديال التعويض، التعويض فيما يخص المكاتب التابعة لجامعة سوات سيدي معافى، ودخل عليك الله ملي كتسمع الدي ان بي وهذا بحال اللي هذا الرئيس والنواب ديالو راهم اجتماعات ماراثونية ديال الاستيقاظ ديال التعليم. بعد على الاقل يحشموا شويه. واش كاين شي سمعه ماروكونيه؟ واش كاين سمعه اجنبيه؟ واش دخلتوا شي فرق؟ يلا فين خرجتوا شي لعبه بي سي 2 8 9 تنسيق مع السلطه باش يكونوا مع اعوان السلطه يعاونوكم ويجيبوا لي زادريس تاع الناس. وغير هضره غير بابا بابا ما كاين والو. يا دول التانبي واش هاد الناس تاع التانبي السيمبو العالي راه موجود؟ واش عندهم الاقسام ديال سيدي معاك شي شغل؟ بعد انه الى ما درناش الميكروشوا ما غاديش يدخلوا في ساعه التانبي. هادشي اللي دير يعني غير خصنا نضربوا هاد الفقير ولا ما تخرج غير ما خصنا نخلصوا في الميكروشوا ولا غاديش تتم الاستيقاظ تاع التانبي. سبحان الله بحال القاعه راه على طول عام عامره التانبي في الدهنه وهاد المواطن اللي غادي يخلص التانبي وفرو الظروف ينستاسيوني راه تما راه في مصر غادي يوقف تما كتجي البوليس معروفة على الشرطية معروفة له ياخذ تدق في دوزيام فلوس وكتوقف عليه واحد مجموعة ديال المواطنين مشاو يخلصوا تيفي ولا الضريبة العادية وتما داروا مخالفة تاع السير في دوزيام بوزيسيون خلاو الوضع تما لأن ما كانش مشكل ما كانش الباركي كي يوقف ولا سيدي درجة كومبيتير ما بقاش تخلطوا لنا الأمور إذا كان سيدي شي خطأ اللي باين باش نناقشوا ويتم باين وحتى لا مش حتى الا تقنعوا بيه نفسكم باش تقنعوا الحال وقنعوا نفسكم لان كاين هذا الخطا وجبتوا هنا الدور باش المصادقه عليه دابا كان باقي 10 شهور تكون عندكم الشجاعه ان انا النقطه ترفض وبناء على المعطيات
وتابعوا معي بصراحه ونبقوا نفكروا انا باش تبغوا السيره ديال جاب في هذا السيره ديالنا كانت اخرى ونقولوا باللي انه هذا السيد باقي 10 شهور والحمد لله كاين 10 قانونيه وديروا له سيره هذه السنه المدوره كتخبروا باللي انه راه سوف يتم الاستغلال على المقر ديالكم وكفى ولا بقاو تفتشوا لنا عاود الحوايج اللي بعدا اللي فيه غير عنها واسمحوا لي هادشي بزاف هادشي بزاف والمعسير يقول لك رجعوا للمحاضر ديال الايجاب ديال الكره السابقه راه كلشي مكتوب وجيو لهنا كيقول لك اودي راه غادي دير لاجوز ولا غادي دير لاجوز وهادشي دير لاجوز دي هاد الشركه تاع شركه بزاف عيب باش يديها باش يوانا تجي تقع في الشركه باش تقدر براسها والله ما دير دراسه والله ما قلت عم تعمل صالح ولا لا داتك وجاك لك جيت على خاطر على مزيد مليون ونص عليه حنا كاينين ب 6 مليون 5 مليون ديال المده السنويه بناء على عقد فيه العباره كامله عباد الله ونجيو حنا نقولوا نديروا على صحيح خطا اننا باش نفتشوا نزيدوا 1 مليون ونص نزيدوا على انه خصنا نزيدوا للسوفي والسوفي راه كاين وعلاش مليون ونص كتبقوا باش تزيدوه وهذا هو نقول لنا هكا وضحوا لنا وضحوا لنا بالكو كاين في السنايم ودار الجد عبد الكويل وزدوا مليون ونص وتولي السنايم ونص ودعينا العماره غيرية وما قدرش تغير وزدوا شي حاجه فيها حتى حاجه ما زادت فيها وانا مكتب واحد يا سيدي رايح وانت واحد سي زين راك فرصو عارف كل شيء يا هذا الله يخليكم ما المسؤول يا صاحبي ما بالضمير راه عيب وعار اننا نشوفوا الحوايج باينين واضحين وقمع كل يوم ما تخوش حوايج اللي مش محفوره مش مضبوطه راه لا يعقل هذا الشيء اي مره كتقول فيها فلان وفلان 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 دري طالب بيسيت نار جوز وبيسيت تاع الهواء وقلنا لكم لها جوز بكريه والقهوه كاين صغيره من العمره وتمركيه ديالها دابا اللي بقات ميكرو شوا فيها السفلي بصارع العبار والميزانين الاول والزوج بصارع العبار وربع الطوابق وحتى البيت تاع كونسيير تهضر تاع كونسيير تاعها هادشي راه ما يحتاجكوش راسك هادشي كاين في العقد والعقد تبناه بناء على المقرر ديال المجلس يبقى التساؤل اللي تحملوا مسؤوليته النهار اللي النهار اللي تم الاقتناء ودخلوا علاش تما ما داروش السوفي لماذا لم يتم استغلال السوفي وقلناها لكم المره اللي فاتت وعطيناكم المبررات لان السوفلي كان موضوع نقاش صراع قضائي في ميكرو شوا خرج تاع فايف بعيش العشيه والضحى تم الاغلاق ديالهم طرف الموظفين اللي تمايا وجاو حالاتهم والسيد تما ما اضطرش انه باش يعطيكم باحث لان كان يتسنى القضاء وهنا هو اللي تحير الجماعه والاخوان اللي صارع التنفيذ ديال الاستغلال ديال العقد من يمشيو تمايا كتخرج لجنه نورمال مو دير وحده تم الاقتناء المحل وفلاني وبحضور السلطه وجميع اطراف المعنيه وقول لنا تم الاستغلال ديال ذاك التاريخ وتم استغلال ما يلي بناء على عقد راه ما غاديش نرجعوا للمرجع ما بين الجماعه والمعنيه وهو العقد ما تمش السيغرا ديالو وتما تكمل المسؤوليه ودابا تقول السيد الرئيس تقول لنا انه يدير الخطا والله العيب وعار